اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. فاكرين ان كنت جبت لكم فيديو قبل كده في بيضة الديناصور؟ النهارده بقى سيبناها في كوباية كتير وشفنا حصل ايه. ايوه البيضة انفجرت وطلع الديناصور الصغير ده منها. شفتوا كبر ازاي؟ الله دي فعلا تجربة حلوة جدا. انا اول مرة اعرف ان لما فعلا نسيب البيضة بقى في المية راح الديناصور قاعد يكبر يكبر يكبر، راح فرقع البيضة وطلع. بصوا شكله بقى حلو ازاي، لونه اصفر خالص لسه بقى طبعا، وده القشر بتاعه البيضه بتاعته. هنشيلها بقى ونطلعها ونتفرج عليه النهارده. ايه ده الله، بصوا شكله حلو ازاي، ده لونه اصفر خالص، وهنا بقى ملمسه كده لزج شويه عامل زي سلايم ويتفعص كده وشه. شكله جميل جدا، معجبه بيه قوي. انا مش متخيله ان احنا لما نسيبه بقى في البيضه هيكبر قوي كده. ده النهارده دي تاني حلقه معانا. طب هنا بقى هنقعد نعمل حلقات تانيه كتير ونشوف الديناصور البيضة ده هيكبر ويبقى قد ايه في الاخر. شكله مشوق جدا وممتع قوي. تعالوا بقى ايه، احنا طبعا عشان هو كبر على الكوبايه دي هنجيب بقى ايه وسط قشره البيضة بتاعته جوه، هنجيب بقى ايه لعبه اكبر، حوض كده اكبر عشان نحطه بقى فيها ونشوف هيكبر بقى اكبر من كده ويبقى قد ايه. جبت لكم البانيو الفظيع ده وحطيته بقى فيه ونشوف بقى، هنسيبه كده كذا يوم ونشوف هيكبر يبقى قد ايه. بعد كده بعمل لكم فيديو تاني ونشوف بقى بعد ما كبر بقى حجمه قد ايه. انا متشوق قوي، نفسي اشوف هيوصل لحد ايه. بصوا دي القشر البيض بتاعه بيتقشر بقى بطريقه سهله قوي. طبعا يعني قولوا لي بقى انتوا ايه رايكم في الكومنتات في بيضه الديناصور دي، وايه رايكم فيه بعد ما كبر، يعني عجبكم ايه اللعبه ولا لا. ما تنسوش كمان يا صحابي تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. طب هنا بقى عشان نشوف الديناصور بعد ما كبر بقى قد ايه. هتوحشوني يا صحابي، باي باي.